النهارده بيتواجد في مهرجان اسوان، وبيدعم ايضا المراه من خلال مهرجان سينما المراه في اسوان. صبري فواز، ما لحقتش ابارك لك، ما كنتش موجود، استضفت كل مجموعه العمل، وطبعا المسلسل حقق نجاح كبير على التن، وانت كنت يوميها مش موجود، فحبيت ان انا ابارك لك على المسلسل الجميل والدور العظيم. شكرا جدا لحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. يعني طبعا انا شايفه ان كان في وجبه دسمه من المسلسلات، لما اولاد ناس يسيب علامه يبقى اذا ده مؤشر بيقول ان الجمهور عايز النوعيه دي من الاعمال. هو الحقيقه المسلسل مد ايده في حتت كتير مسكوت عنها في علاقاتنا مع اولادنا، واقول لحضرتك ان انا لما اتعرض عليا العمل اللي وافق قبل الممثل الاب، لان دي قضايا مهم نتكلم فيها، والحمد لله صداها جاب جدا مع الجمهور الحمد لله. حسيت بالصدى السنه دي اكتر من صدى السنه اللي فاتت؟ الحقيقه جدا، يعني اولاد ناس اثر مع الناس بشكل مش طبيعي، وردود فعل الناس وجمالهم اللي بتتقال في الشارع وبتبعت لي في رسائل الحمد لله. يعني سينما المرأة وقضايا المرأة، هل أنت مهتم بقضايا المرأة ولا القضايا الاجتماعية في العموم هي اللي بتهم؟ هي قضايا اجتماعية بس في القلب منها المرأة، لأن هي تقريبا هي المجتمع كله مش نصه. يعني هسيبك تسعد النهاردة بدورة جديدة لمهرجان سينما المرأة، وطبعا نجوم كتير وأفلام مهمة أكيد هتتابعها، وهناخد رأيك أثناء المهرجان. أنا أتشرف دايما. شكرا. مرة تانية مبروك. شكرا لحضرتك. شكرا.